شي حركات ما زوينينش. انا في الاولى كان كيسحب لي زفات الوغ جوغ نضربك هنا نقصك هنا نجريك كلسي هنا كنكون واقفه كيتعاودوني كتخايبين بالعاني كتخسر الهضره ماشي في محلها غير حيت انا واقفه. دازت واحد اون سومين صافي بغيت الكونترا ديالي خصني نكاليزيها ونجيبها اليوم باش تبقى عندي باش نطمن انا راني خدامه حاجه مزيانه. نوت قال لي مشينا للبلويد قال لي بغيتي الكونترا هذا ما كاينش مشكل جي باتي معايا. انا كنحطك في 5 ايطوال معايا على اساس باش جيت باتي معايا في نظريه كلاش ما كنحطكش مع ليكيب وكنحطك في زوطي معايا. بو انا درت راسي هبله درت راسي حماره علاش على جوج الحوايج. الحاجه الاولى ما نقدرش نمشي وانا ديجا مصوره غنسمى انا اللي خايبه وانا اللي ماشي بروفيسيونيل. هو فينا كبير اي حاجه قالها غيطيقوا غادي شي تلقوا يطيقوا مبتله مبتدئه وخارجه في وسط بلاطو خارجه على ايكيب كامله وموقفه تصوير. قلت ندير راسي هبله وما فاهمه والو نسلك حتى يسالي الفيلم ولا ما عطانيش الكونترا غيعطيها ليا حيت انا في الفيلم ما يمكنش يحيدني في الفيلم. هكا كان كيسحب ليا انا بقيت صابره. داز التورناج الوغ في الفلوس ديال التورناج بدا كيتعامل معايا خايب الوغ انا ما كنزلش نجلس معاهم كنخرج مع صحابي بوحدي كنهضر بوحدي كندخل نعس في الشومبر ديالي ما كنجلس معاهم كنخرج مع هذا. بدا الحرب بدا داك الحرب الخايب الوغ انا كنصبر وليت كنقول شوف يدير لي هادشي كل واحد اختر كاع. اقسم بالله الا كنا كنتعشاو في واحد العرض عندنا واحد السيد في تطوان تيلمو باش هو كيقول للناس انا كنتحرش بيه وانا كندير معاه ما عرفت شنو انا ما عرفت شنو. جرني كيبوسني شي بوسان في وجهي بواحد الطريقه انا كنت كيسحبني زعما في الاول اللي فيها دو موا باسكو درت شي حوايج زوينين في الفيلم شويه بديت كنحس بان داك البوسان وداك الشدان اللي با نورمال بحال كيؤكد لدوك الاخرين اللي جالسين معنا فوالا راسي فغي شنو كنت كنقول لكم. وقتاش غنفهم هادشي غنفهمو فان طوناج كتجي مديره ديال الكاستينغ كتعاير هي وياه في لا ريسبسيون دو لوتيل كتخليش له بدل المعقول. حنا كنا مستغربين كدور عندي قدام ليكيب كامله قدام الناس ديال لي فلوطيل كتقول له هادي انت اللي جبتي لنا صداع معاها وانت اللي قلتي لنا كدير لك وكتبعها وكتحرش بك وكدير 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 وكدير. انت انا ما رضيتش مشيت للكوميساريه هو خلط عليا الكوميساريه كتبت محضر بديك البنت اللي سباتني وقالت بانني اتهمتني بانني عندي علاقه مع سعيد المصري في وسط ليكيب. خلط عليا ودار بها حتى هو محضر لانه كذبات عليه هو ما قال ليهاش ديك الهضره. وخطون البنت فاش كتغوت قدام كتشهدات ليكيب كامله بان هاد الهضره كيقولها لي فيغورونت اللي كيجيو كيقولها للبنات ليكيب كامله كيقولو فوالا هاديك انا شفعت من هاديك هي كتجي تقول لي ودير لي ودير لي. منين فاجات البنت بالهضره درنا محضر. بعد كيتصلوا بيا الدراري ديال ليكيب كيقول لي حشومه عليك ظلمتيها هي راه غير انفجرات بالهضره اللي كيقولها هو اذا ما ظلميهاش. وليت انا ما تبعتش المحضر ما درنا والو عيطت لها في التليفون تسامحت انا وياها الله يسامح الله يسامح. بقيت صابره قلت شنو الا خرجت انا قلت شي حاجه دابا ما غنشدش فلوسي. كنت فاش سالي الفيلم عطاني ان شيك فيه 10000 درهم ما عرفتهاش واش دي فريمون ولا خلاصي ولا دور معايا بها ولا نشري بها الدواء على ديك هاد البحر فاش طاحت ولا ما نعرف. خديتها نزلت لمراكش في حالاتي كنتسنى السيد عيطوا لي يجيبوا لي كونطرا. نورمالمون كتسني واحد الكونطرا كديها كتيكاليزيها كتخليها عندك كوبي كتعطي كوبي. انا ما سنيت ليهم ما ايكاليزيت ليهم ما حتى شي حاجه ما عندناش. دازت الهضره بيني وبينو بالفون قاتل بالفون